كان في ولد اسمه أحمد. أحمد قدر يوفر فلوس عن طريق تربية الدواجن، واشترى عجلة وبيأجرها للناس. الدخل بيساعده هو وأخوه إن يكملوا تعليمهم. وفي بلد تاني، فاطمة وفصلها زرعوا شجر مانجا ما بين المدرسة والشارع علشان الحوش يبقى أكتر أمان. دفعوا تمن البذور والأدوات من المدخرات اللي وفروها سوا. أحمد وفاطمة جزء من برنامج للتربية الاجتماعية والمالية، اسم البرنامج أفلاطون. قصصهم بتوري إزاي الأطفال يقدروا يحسنوا من حياتهم ويكونوا رواد في مجتمعهم. أفلاطون بيلهم الأطفال إن يؤمنوا بقدراتهم، يعرفوا حقوقهم، ويمارسوا الادخار ويبتدوا مشاريع. حول العالم مليون طفل في أكتر من 80 بلد بيشاركوا في أفلاطون عن طريق الشراكات المختلفة. البرنامج بيتم تطبيقه بمساعدة 150 مؤسسة محلية ودولية. لما ياخدوا الفرصة، الأطفال يقدروا يخلوا العالم مكان أفضل.